حن الذلول صنيتان، حن التمي البرود يا ما خذا من وضحه مع بنتها المفرودة. البرودة المراد بها جادة الطريق. الشاعر هنا يتكلم عن هذه الذلول التي أرهقها صاحبها في المعارك والمغازي، فهي تحن لجادة الطريق تريد أن ترجع إلى ديارها. وأما صاحبها فهو صنيتان، وما أدراكم صنيتان. الشيخ مطلق بن مبارك أبو ثنين رحمه الله تعالى، والملقب بصنيتان أو مجوز العزبان كما يلقب أيضا، لأنه لا يأخذ الرجل حتى يتزوج. الشيخ صنيتان رحمه الله تعالى من شيوخ فرسان قبيلة سبيع، وهو من أسرة كريمة ورثت المشيخة كابر عن كابر، أسرة أبو ثنين. خلال فهرستنا لمشروع ديوان الخليج، أضخم قاعدة بيانات خاصة تعنى بتاريخ الخليج وحوادثه وشخصياته وأسره وقبائله، وفيها مئات الألوف من الوثائق العربية والعثمانية والبريطانية، وهي متاحة للجميع، يمكن الوصول إليها عبر محرك البحث جوجل. يرد معي كثيرا في الوثائق العربية والعثمانية والبريطانية اسم بثنين، هذه الأسرة التي أكسبت لنفسها شهرة وزعامة قبلية ووجاهة اجتماعية لما كان لها من دور كبير في تاريخ الجزيرة العربية. فلو جئنا على سبيل المثال لصاحبنا الشيخ صنيتان، كان له دور كبير في أيام الدولة السعودية الثانية في عهد الإمام فيصل بن تركي رحمه الله تعالى، والذي استعان به الأمير فيصل بن تركي ضد الغزو التركي، فكان أهلا لذلك واستطاع أن يردهم على ناقته كحيلة بمن معه من فرسان قبيلة سبيع. وهناك أيضا شخصيات كثيرة ورد ذكرها في هذه الوثائق التي تتكلم عن وجاهة هذه القبيلة. الشيخ صنيتان يا سادة كان في يوم من الأيام في وقت الربيع، وجاء بإبله مع إبل قومه وقبيلته بجانب إحدى القبائل، فطلب من إحدى القبائل أن يكون بينهما كالصلح حتى تربع الذلول وتأكل الإبل التي عندهم. بعد أن انتهى موسم الربيع فقد الشيخ صنيتان ناقته، فقال واحد من عبيده شوف لي الناقة وين. راح العبيد يدورها ويلقاها عند شيخ القبيلة التي عقد الشيخ صنيتان معها الصلح. فقال له العبد، قال له هذه ذلول الشيخ صنيتان. قال له لا هذه لي. رجع العبد للشيخ صنيتان وقال له، قال له الشيخ صنيتان قول له إن كان يبيها عطية تراه له، لكن حنا نبي ناقتنا. رجع العبد وقال له، قال له أنا ما بيها عطية، أنا بيها لي، أنا بأخذها. هنا أحس الشيخ صنيتان رحمه الله تعالى بأن هذا مسعس بكرامته، فغزا تلك القبيلة 17 كونا حتى أخذ أضعاف الإبل من تلك القبيلة ومنها إبل هذا الشيخ، ولم يأخذ ناقته، ذلولة هذه ما أخذها. فجاء هذا الشيخ للشيخ صنيتان وقال له هذه ذلولك. قال أنا قلت لك إن كانت بها عطية تراعي لك، وأما إبلكم ماني ماخذ منها شيء، أنا ما أخذتها علشان أني أبيها، أنا أخذتها علشان تجيني بذلولي، لأني قلت أنت اللي راح تجيبها. الشيخ صنيتان عرف بكرمه وشجاعته ومروءته، وهكذا ذريته، وهكذا هذه الأسرة الكريمة أسرة أبو ثنين. ولست هنا في مقام الكلام عن زعامة هذه الأسرة ولا شعرتها، فهي أشهر من نار على علم وأبين من نبراس على ظلم، وما زال لها دورها القبلي والاجتماعي في الخليج وفي المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، ولهم علاقتهم الوطيدة مع ملوك المملكة العربية السعودية وأمرائها، فهم محل احتفاء وتقدير، وما زالت هذه الأسرة على مكانتها. ولعله لاحقا إن شاء الله تعالى نتكلم عنها بما يليق بها، فهناك أسماء كثيرة يصعب حصرها تكلمت عنها الوثائق، وإن شاء الله تعالى نتكلم عنها وعن غيرها من مشاهير الجزيرة العربية. نراكم على خير.